لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحقيقة أحد ملامح الصراع بين الحق والباطل الآن في مجتمعنا هو الصراع المفاهيم التي تتسلل إلى قلوب الناس عبر وسائل الإعلام وغيرها، ويتم التعامل معها بنوع من العفوية التي تجعل تسربها إلى قلوب أبناء المسلمين سهلا وميسورا. فمن أهم الواجبات الآن في ظروفنا التي نحن فيها توضيح هذه المفاهيم، إزالة الغبش والاختلاط والاشتباه عنها، حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بعض هذه المفاهيم أو المطالب أو الطموحات لما نتكلم فيها مش معناها أن احنا نصبوا إلى أنها أن الواقع الآن مناسب أن احنا نطبقها مباشرة، ولكن القضية أن الآن في صراع، في ترويج لمفاهيم في غاية الخطورة على إيمان المسلم وانتمائه الإسلامي واعتزازه بالإسلام. فنحن نهتم أساسا بصفة البيان، ولكل قوم هاد، يبين هداية البيان يقدر عليها الأنبياء ويقدر عليها أتباع الأنبياء، وليست هي الهداية التي يستأثر الله بها، وهي هداية البيان أيضا وهداية القلوب للانقياد إلى الحق والتوفيق إليه. هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، لكن هداية البيان هذه من أهم وأقدس وظائف الأنبياء، توضيح الحقائق وتبيين سبيل المجرمين والفروق بين الإسلام وبين ما يضاده. يعني إذا ناقشنا مثلا تطبيق الشريعة مثلا، قد لا نستطيع الآن في الوضع الحالي أن تطبق الشريعة، لكن الميزة نحن نتكلم الآن إيه؟ مش عشان تطبق تاني يوم، لكن علشان القضايا لما بتثار الحديد بيكون ساخنا، وبالتالي قابلية الناس لأنك ترسخ مفاهيم بيكون أوقع. تستطيع الحديد وهو ساخن بتؤثر عليه كما يفعل الحداد، فما تكون القضية حية فهذه فرصة يجب أن تغتنمها لتوصيل المفاهيم الصحيحة ولترويج لهذه الفكرة، لأن البيان لابد أن يسبق العمل، البيان والتوضيح والفهم. فلا يعني أن كل قضية هنتكلم فيها أن الأمر الواقع أن احنا سوف نطبقها. من ذلك هذه القضية التي أثرت أن نقف عندها إن شاء الله تعالى. أنا فاكر موضوع حسن نصر، فتنة حسن نصر قتله الله. حسن نصر لما كانت فتنته في أيام موضوع لبنان وما حصل من التشويش على الناس، وتذكرون أيامها كان هناك عدة محاضرات حول هذا الموضوع وبيان حقيقة هذا المخلوق، متوحش، مخلوق متوحش لا يستحي من مناصرة ودعم عدو البشرية بشار الأسد الذي ينهش جسد سوريا المسلمة بأسنانه وأنيابه. وكما قال بعض هؤلاء العلويين المشركين، قال سوريا إما لنا وإما لا سوريا، يعني يا سوريا تظل مستذلة مسترقة عند العلويين المشركين، وإما سيمحون في سوريا من الوجود. إيران تؤيدهم، الروافض يؤيدونهم، انكشفت أمور كثيرة. على أي الأحوال كان أحد الإخوة يعاتبني أيام موضوع حسن نصر، ولما فاكرين سجلات المواليد سجلت أعداد مهولة من المواليد كله بيسمي ابنه إيه؟ حسن. واللي قال لك إن ورد ذكره في القرآن الكريم إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر الأشياء التي حصلت، فتنة شديدة.
فكان احد اخوه يعاتب على كيف نهاجمه ومش وقته ونأجل الكلام شويه. بتقول لا، الحديد ساخن الان، الان كل اهتمام الناس متوجه لهذه القضيه، فهي فرصه لان يسمعوا وان يستقر في قلوبهم هذه المفاهيم التي نريد ان نصححها. فنفس الشيء الان احنا في حراك فكري وثقافي في المجتمع نتيجه الوضع الذي نحن فيه، فبالتالي دي فرصه ان احنا نتكلم لتصحيح بعض المفاهيم، مش لاننا هنطبقها، لان في اشياء سنعجز عن تطبيقها، لكن على الاقل نصحح عقيدتنا ونصحح موقفنا ونعرف من اين ننطلق. من هذه المفاهيم الخطيره جدا والتي لها اثر خطير فيما يتعلق بعقيده المسلم ظاهره او قضيه التعدديه العقائديه. التعدديه كلمه تشيع جدا في الساحه السياسيه ويتداولها الناس، ومعظم الناس في غفلة عن فهم ما الذي يراد بالتعددية وأثر ذلك على إيمان يعني المسلم. سأقتصر هذه المرة على المدخل وهو تعريف التعددية. إيه هي التعددية؟ أولا بالنسبة لهذا الموضوع أريد أن ألفت النظر أنه ما ينفعش واحد يسمع مثلا المحاضرة الأولى ولا يكمل باقي السلسلة، لأن البحث كبحث أكاديمي هو مرتب، فبالتالي ممكن أنا في الأول المحاضرة كلها تبقى في تعريفات التعددية، التعددية العقائدية والتعددية السياسية إلى آخره، وبعرض وجهة نظر للمفهوم غربي، فأنا طبعا أكيد هشرح الأول ما المراد بالتعددية عند الغربيين اللي هم أصحاب هذه المفاهيم وهذه العقائد. فالوقت مش هكافي غير أنك تكلم في الجزئية دي، لكن بعد كده أكيد هتكلم على موقف الإسلام الناقد لهذه المفاهيم. فعشان كده السلسلة دي بالذات ما ينفعش واحد يجتزئ بجزء ولا يكمل الباقي، لكن ضرورة تقسيم الموضوع لابد منه حتى نستوعب الموضوع بصورة يعني كاملة. يعني في المحاكمات تبقى النيابة الأول وبعدين الدفاع، فخلينا نعرض كلامهم الأول، لأن التعددية هي مفهوم غربي ناشئ في بلاد الغرب ولا علاقة له بالبيئة الإسلامية كما سنوي. والحقيقة أنا اخترت هذا الكتاب، كتاب التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها، للأستاذ يوسف القحطاني، طبع دار التدمرية. هذا الكتاب الحقيقة إن شاء الله كالعادة نحوم حوله اختصارا وتهذيبا واستطرادا في بعض المواقف ومراجع أخرى، لأنه دراسة جاهزة في هذا الموضوع إن شاء الله تعطينا فكرة جيدة حول هذا الأمر المهم. قبل أن ندلف إلى تعريف التعددية نقول هناك ضمانة إلهية وتأمين رباني في تأمين لهذه الأمة وتحصين لها ضد الضلال، جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهنا في ضمانة ربانية أن أهل الحق سوف يبقون، فرقة الناجية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة ضمن الله بقاءها باستمرار منصورة بالحجة والبيان. ممكن في بعض الأوقات المسلمين ككيان سياسي ممكن ينعدم، لا توجد خلافة كما جاء في الحديث: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فوارد أن ما يبقاش في سلطة سياسية، لكن حتى لو تخلفت الجماعة والإمام لكن ستبقى طائفة المنصورة أهل الحديث أو أهل العلم والأثر الذين يحفظون على الناس يعني مفاهمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. فالطائفة المنصورة كلمتها دائما عالية لأنها كلمة الله، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم قال: وكلمة الله العليا. يعني الجعل لم يتعدى إلى كلمة الله، لكن كلمة الله دائما عليا، وذلك هنا مرفوعة لم تنصب، مش جعلها عليا لأنها دائما عليا، وكلمة الله هي العليا. فكلمة الله
القرآن الكريم دائما ظاهر عالٍ قاهر. أما السلطان ما هي القرآن والسلطان، القرآن اللي هو الحق والدين والمفاهيم الحق والسلطان، القرآن دائما منصور وعال. أما السلطان فقد يكون مع القرآن وقد يزيغ وينحرف ويبتعد عن القرآن الكريم. الحكام يا إما مع القرآن يا إما منحرف عن القرآن الكريم، أحيانا تبقى فيه خلافة إسلامية، أحيانا ما فيش، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أمثل الطرق أن القرآن يبقى مع السلطان. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. ففي الكيان العلمي، الكيان العلمي اللي هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج الحق، فهذا لا يغيب أبدا، لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظهير حتى يأتيهم أمر الله، هي الريح التي سوف تأتي من اليمن وتقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة. أما الكيان السياسي فممكن يتغيب، وارد أنه لا يوجد خلافة أو كيان سياسي للمسلمين. فإذا في ضمانة أن الحق موجود وكل من طلبه بإخلاص يهديه الله إليه، موجود سهل وميسور. علماء أهل السنة في كل مكان الحق موجود، يذبون عن هذا الدين ويذبون عن مفاهيمه. أما الواقع الذي نحن فيه الآن فالفتن والضلالات تتداعى علينا من كل صوب، من الخارج أمم الكفر أو الدول البدعية الضالة كالرافضة ونحوهم، ومن الداخل هناك نشر لعقائد وقيم مصادمة لدين الله تبارك وتعالى. يعني مين كان يتخيل أن مصر تفتتح فيها حسينية، هذا الكوراني الخبيث الذي أتى في الأيام القليلة الماضية وجاء عشان يفتتح حسينية. فالمهادنة هذا الباطل، خلي بالكوا ده جزء من التعددية. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إذا تسامحنا مع هذه المفاهيم دي أخطر وسيلة لإضعاف الإسلام في مصر، لأن دول الشيعة لو انتشر المذهب الشيعي في مصر مثلا كمثال، لو انتسب المذهب أولئك الرافضة في مصر هيترتب على إيه؟ إن في مصريين مواطنين هيتحولوا إلى الدين الشيعي. طيب الدستور طبقا لمبدأ المواطنة الذي أضيف إليه بالتزوير، ودي حقيقة ما حدش بيتكلم عنها أبدا، مبدأ المواطنة أضيف للدستور بالتزوير المفضوح في عهد حسني مبارك وموجودة على النت إلى الآن في اليوتيوب، تزوير مفضوح حدش بيتكلم خالص إن مادة المواطنة أضيفت بالتزوير. مش دي قضيتنا دلوقتي، موضوع المواطنة، لأن مش محتاجين مواطنة، الشريعة تكفل حقوق الناس أجمعين. فطبقا لهذا المبدأ فبالتالي ده مواطن مصري، وطبقا لمبدأ التعددية فلا بد إن حاجتين، إنك تعترف بكيانه إذا وجدت كتلة بقى شيعية ومجموعة من الشيعة أو الروافض كونوا حزبا سياسيا من حقهم، دي التعددية، من حقهم أن يدعو الناس بمنتهى الحرية إلى عقيدتهم، وبالتالي عمل خلخلة في المجتمع. وده مش في الشيعة بس، حتى في التنصير التعددية تقتضي أن أي فئة موجودة في المجتمع لها عقيدة أيا كانت فمن حقها أن تنشرها علنا وترغب الناس في الدخول فيها، دي التعددية. من ضمن الكيد لتفتيت بلاد المسلمين نشر العقائد المصادمة لدين الله تبارك وتعالى، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا سلوك أعداء الأنبياء دائما، زخرف القول غرورا، يقومون بتحريف المسلمات وزلزلة يعني الثوابت حتى يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا ويوسد الأمر إلى غير أهله ويتخذ الناس رؤوسا جهالا فيضلون ويضلون. من هذه الضلالات التي يراد نشرها في المجتمع الإسلامي الآن هي ضلالة التعددية العقائدية. التعددية العقائدية باختصار هي تعني السماح لكل أصحاب العقائد المختلفة بإظهار عقائدهم والدعوة إليها. فأمثال هذه المبادئ من الذي يرحب بها في ديارنا؟ يرحب بها خصوم الإسلام
والكافرون به، يرحب بها أهل البدع والضلالات، سواء كانت بدع يعني فكرية ليبرالية علمانية، حتى لو عبدت الشيطان نفسه ما هو دين عند بعض الناس. وفي الجهة الأخرى بعض الضلالات التي مثل الرافضة البهائية القديانية إلى آخره، لو وجد من المصريين من ينتمي لهذه الملل، إذن التعددية تعني أن كله حرية في أنه يدعو إلى هذا ويعلن بهذا ويعترف يعني به على الملأ. أيضا للأسف الشديد يرحب بهذه المفاهيم كالتعددية العقدية جهلة المسلمين. كثير من الشباب اللي مش فاهم دينه بطريقة صحيحة ومش فاهم مكان الخطر في هذه المذاهب، ينطبق عليهم قوله تعالى وفيكم سمعون لهم. هناك من يستمع من الشباب البريء لأنه جهله، الشباب الذي استهدفه نظام مبارك خلال 30 سنة غسيل مخ، تخويف من دينه، خوفه من دينه. في ناس ترتعد فرائسهم لو سمعوا حيز ما تطبيق شريعة صارمة كما تقول بي بي سي. كل دي كانت مؤامرات من خلال التعليم ومن خلال الإعلام أنتجت هذا الجيل اللي حلف حسين كامل بهاء الدين في مرة من المرات أنه قال لما كانوا يتكلموا على التطرف، مواجهة التطرف أيام حسني مبارك، فقال لهم سيبوا لي أنا قضية التطرف، هطلع لكم الشاب من الجامعة لا يستطيع أن يفرق بين المسلم والمسيحي على حد تعبيره. يعني بيتوعد أنه يطلع شباب مش فاهم حاجة في دينه خالص، ما يعرفش يميز إيه الفرق بين مسلم ونصراني. فمثل هذا الشباب يعني هو صحيح ضحية، لكن لا نقول أنه معذور لأنه ضحية، ما يعيش بقى في دور الضحية، لا، لأنه عنده عاقل مكلف راشد، إذا بحث عن الحق يستطيع أن يوصل إليه، لأن الحق له نور وله جاذبية أي فطرة سليمة تستطيع يعني استكشافها. بما أن التعددية الثقافية مبدأ بشري، ولذلك نستطيع أن نحدد له بداية تاريخية، أي مذهب أرضي أو حتى فرق ضلة تستطيع تقول الخوارج نشأوا في اليوم الفلاني على إيد فلان، الشيعة نشأوا في اليوم الفلاني على إيد فلان أو عقب الحادثة المعينة، كل فرقة. أما أهل السنة والجماعة فلا يصح أن يتوجه إليهم سؤال متى نشأت أهل السنة والجماعة، لأن هم الإسلام نشأوا لما نزل جبريل بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبالتالي نستطيع نحدد له بداية تاريخية، نستطيع أن نتوصل إلى أن هذا المبدأ هو كان رد فعل لعوامل بيئية معينة في بيئة معينة، وكرد فعل لعقيدة معينة أو دين معين، وبالتالي نشأ موضوع التعددية العقائدية. الجريمة الكبرى أن نحن نفصل هذا المبدأ الذي نشأ كرد فعل على أسباب ونطبقه على الإسلام مع اختلاف البيئة وانعدام هذه الأسباب في العالم الإسلامي، كما سنبين إن شاء الله تعالى ذلك بالتفصيل فيما بعد. فإذا مفهوم التعددية يجب أن يفهم في سياق منظومته الحضارية وبيئته ونشأته، وهذا المفهوم مفهوم غربي محض، ده مفهوم غربي لا علاقة له على الإطلاق بالمسلمين أو العرب أو بلادنا خالص، فمفهوم غربي معاصر نشأ نتيجة تطورات تاريخية وأحداث معينة أدت إلى تغييرات جذرية في الفكر الغربي من حيث نظرته إلى الدين وإلى الإنسان وإلى الكون وإلى الحياة. وحصل في الغرب نتيجة هذا الحراك الثقافي والفكري والفلسفي أن تداخلت وتقاطعت نظريات عدة وفلسفات شكلت في النهاية خصائص الحضارة الغربية ومعالمها، سواء كانت معالمها الإيجابية أو معالمها السلبية. عقب احنا مشكلتنا في الحقيقة في مصر بالذات يعني مش لا بدأت من 60 لا من 30 سنة ولا من 60 سنة، ولا هي بدأت من ايه حوالي 200 سنة من اول عهد محمد علي، لان محمد علي هو الذي وضع بذور العلمانية هنا في مصر، وبدأ القهر بقى للإسلام في مصر وعطلت الشريعة إلى آخره. يعني بداية العذاب اللي احنا مرينا به هي 200 سنة مش 60 سنة عهد الثورة ولا 30 سنة عهد حسني مبارك. فحصل صدام
أو يعني تعايش أولا ثم أعقبه صدام بين الحضارتين الإسلامية والغربية. وجرت سنة الله سبحانه وتعالى وهي ولوع المغلوب بتقليد الغالب، عقدة الخواجة، دائما المغلوب بيميل إلى تقليد من يغلبه ويأتسي يعني يأتسي به، كما يقول الشاعر: ولا ربما اجترح القوي خطيئة فترى الضعيف بمدحها يتملق، فقط لأنه أقوى فتجد الهزيمة النفسية تؤثر أو تسبب هذا الانقياد وهذا يعني التقليد. إذا قارنا بين أوضاع المسلمين في القرنين الأخيرين وبين أوضاع الغرب سنجد جوانب سلبية جدا في أوضاع المسلمين: تقهقر، تخلف، ضعف، جهل فاحش بالإسلام، ضعف في الإيمان واليقين، ضعف في القوة العسكرية، ضعف في الناحية العلمية، ضعف في التناحر السياسي والفرقة إلى آخره. لكن لازم نفهم كويس جدا أن كل مشاكلنا نشأت عن انحرافنا عن الإسلام، فنحن لسنا متخلفين عن الغرب، نحن متخلفون عن ديننا، نحن متخلفون عن الإسلام. والغرب فاهم كده كويس، الغرب فاهم أن المنافس الحقيقي الذي لن يستطيع أن يصمد أمامه طرفة عين هو الإسلام لو وصل هذا النور إلى البشرية بدون تشويه. أما في أوضاع الغرب فطبعا حصل تفوق مادي وعسكري وعلمي، والدول الغربية كانت إلى حد ما متماسكة سياسيا بالنسبة لدول العالم الإسلامي. لما حصل الاحتكاك والتفاعل مع الحضارة الغربية حصل انبهار بالواقع الغربي. هذا الانبهار ونحن في حالة ضعف وجهل بالإسلام أدى إلى أن الناس استوردت مفاهيم تضاد عقيدتنا وتصادم ديننا. لكن مشكلتنا مع سماسرة الحضارة الغربية أو تجار الشنطة الثقافية اللي بيهربوا لنا هذه المفاهيم، المشكلة انتبهوا لها جيدا، مشكلتنا مع الغربيين والسماسرة بتاعتهم إيه في بلادنا؟ مشكلة هي أنهم يفرضون علينا مفاهيمهم البشرية القاصرة على أنها حتمية لا خيار فيها. يعني قهروا الناس قهر والناس مش حاسة، مش شعارين ان ده بيلغي اختيارنا تماما، اختيارنا ملغي، قهر فكري وعقائدي بيظهر لك الـ يعني الـ الافكار والمفاهيم الغربية على انها حتمية غير قابلة للمناقشة ولا التغيير، ديمقراطية حتمية، الليبرالية حتمية، بيعرضوها ان مفيش حل تاني. وازاي انت مش عايز ليبرالية او ديمقراطية او الى او علمانية؟ فهم بيفرضوها علينا كحتمية تلغي اختيارنا تماما، وكأنه أمر واقع ولا مناص ولا حل إطلاقا إلا في الانقياد لهذه المفاهيم. يعني بالضبط كده بيضعون المفاهيم دي زي قضبان يجب أن تسير عليه القطارات ولا تستطيع أن تمشي إلا على هذه القضبان. دي المفاهيم التي يحاول الغرب أن يزرعها فينا زرعا، وسماسرته من النخبة والمفكرين والإعلاميين يقومون بهذا الدور، تعبيدنا للسيد الغربي، تعبيد، هو يفكر لنا، هو يجيب لنا مفاهيم، هو يرسل لنا الخريطة، خريطة الطريق. لابد الغرب، فالديمقراطية حتمية، وصاحب ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، نفس المنطق الفرعوني، نفس المنطق، لا أريكم إلا ما أرى. فالغرب يطبق عليه نفس سياسة فرعون، لا أريكم إلا ما أرى، الليبرالية حتمية، التعددية حتمية، زي ما عبد الناصر كان بيقول بالضبط في عصره: حتمية الحل الاشتراكي. والحل الاشتراكي ودانا يعني كما تعلمون، فكل واحد يطلع بضلالة ويقول حتمية. فاطمئنوا، هذه المذاهب لأنها تصادم الوحي فهي باطل، والباطل حتما سوف يذهب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكما ذكرت يجعلون مفاهيمهم الغازية التي تغزونا وتتصادم مع عقيدتنا زي القضبان بالنسبة للقطر اللي ماشي ده، تمشي يمشي عليه يقدر يخرج عنها، حتمية مفيش طريق انك تمشي على هذا الطريق الذي رسمناه، وإلا كما هو يعني معلوم.
التعددية كمصطلح، طبعا كما ذكرنا مصطلح وافد موهم مشتبه مش واضح لأنه ملوش أصل في اللغة العربية، لذلك يحتاج قبل أن نحكم عليه لابد أن يبقى فيه نوع من الاستفصال والبيان حتى نستطيع الحكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره، بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة. فبالنسبة لمعنى كلمة تعددية هي ليست بالاصطلاح ده تستعمل، ليس لها نظير في اللغة العربية، هي لها ممكن أصل لغوي لكن ما لهاش نظير كمصطلح لأنه معنى وافد. مين يعرف كلمة تعددية ترجمتها هي بالإنجليزي؟ أحسنت، أنت أكيد متخصص. فلوراليزم، فلوراليزم يعني بتستعمل ساعات في تعدد الوظائف، أنه يبقى شخص واحد ويتولى في نفس الوقت وظائف متعددة. لكن مذهب التعددية هو مذهب يقول بأن ثمة أكثر من حقيقة مطلقة واحدة، وهذا سنوضحه إن شاء الله. يعني عندهم أن الحقيقة نسبية، مفيش حاجة اسمها دين يقول أنا الدين الحق وما عداه باطل، الكلام ده مرفوض في التعددية، واضح كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن من حيث اللغة لو حاولنا نبحث عن أصلها، طيب من حيث اللغة هي بقى تعددية، نقول إيه من ناحية اللغة بقى؟ دي مشتقة ولا حاجة تانية؟ مصدر، يبقى مصدر إيه بقى؟ صناعي، مصدر صناعي من تعدد تعددا أي صار ذا عدد. طيب هل الواحد عدد؟ الواحد ليس عددا، لماذا؟ لأنه غير متعدد، الواحد الأحد غير متعدد، لأن التعدد هو الكثرة، فلوراليزم الكثرة. أما التعددية اصطلاحا فهذا يعني المصطلح استعمل كثيرا أو بكثرة في الأيام الأخيرة أو في العصور الأخيرة في المجالات الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية، ومع هذا الاستعمال انتبهوا ليس له تعريف محدد، زي الليبرالية هتلاقي اختلاف كبير في التعريف، زي الحرية هتلاقي حوالي أكثر من 200 تعريف لكلمة الحرية. يعني حتى هم لما بيحكمونا مش بيحكمونا إلى محكمات، لا إلى أشياء غير مستقرة. فالتعددية تستعمل في معان شتى، حتى قال بعض الباحثين ينبغي لنا أن نسلم بتعدد التعددية، ينبغي لنا أن نسلم بتعدد التعددية. فليه تعدد التعددية؟ لأن التعددية مرتبطة أو يعني هو مفهوم مرتبط بشبكة، شبكة من المفاهيم الفكرية والفلسفية الغربية، مثل الحرية بالمفهوم الغربي، العالمانية، الديمقراطية، الليبرالية، حقوق الإنسان، التعايش السلمي، التسامح، المجتمع المدني، تداول السلطة، المشاركة السياسية، توازن القوى. هناك محاولات لتعريف التعددية، فبعض الناس قالوا هي تصورات ومناهج غربية معاصرة تفسر وتنظم التنوع والتباين في المجتمعات الإنسانية. بعضهم قال هي أيديولوجية لا تعترف بأي مثل أعلى فريد. مين يترجم كلمة فريد هنا؟ أحسن، يونيك، اللي هو متميز ملوش تاني. يعني فمفيش حاجة اسمها مثل أعلى فريد متميز يقول أنا الحق ومع ذلك باطل، لا، أيديولوجية لا تعترف بأي مثل أعلى فريد، بل تطالب بحق أنماط التفكير المتعددة في الوجود
وترفض القيم الواحدة والنمط الواحد والتصور الواحد، وبالتالي ترفض الحزب الواحد والمذهب الواحد والطائفة الواحدة. من تعريفاتها بعضهم قال هي حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ضمن الإطار العام على أسس سليمة، وعلى أساس أن مصلحة الأمة فوق التعددية. طبعا ده متأثر بإيه؟ بالمفهوم الإسلامي، يعني محاولة إيجاد تعريف إسلامي للتعددية، زي برضو ما قال بعضهم في التعددية هي تميز لرفقاء يجمعهم الإسلام، وتنوع لمذاهب وتيارات تظللها مرجعية التصور الإسلامي الجامع، وخصوصيات متعددة في إطار ثوابت الوحدة الإسلامية. طبعا هو هنا بيتكلموا عن التعددية المفروض تكون في داخل المجتمع الإسلامي، اللي هي بترجع للشريعة الإسلامية وتقدم مصلحة الأمة إذا تعرضت مع مصلحة الطوائف. لكن طبعا ما ينفعش تعريف إسلامي، نتكلم عن التعددية كمفهوم إيه؟ غربي. فإحنا نتكلم عن التعددية بمفهومها الغربي، لأن التعددية في المفهوم الغربي ليس من ضوابطها مراعاة المختلفين لدين أمتهم وأخلاقه. واضح؟ طيب، التعددية الغربية تتضمن عدة عناصر. التعددية الغربية تتضمن عدة عناصر. أولا، الاعتراف بجميع الفرقاء المختلفين في المجتمع من أديان وطوائف ومذاهب وجماعات وأحزاب وتكتلات، لا تستثني إلا ما خالف ما تجعله من ضوابط. يبقى أول شيء الإقرار والاعتراف مهما كان الدين والطائفة والمذاهب والتكتلات والأحزاب. ثانيا، السماح لهؤلاء الفرقاء بالتعبير عن أنفسهم وإظهار معتقداتهم وتوجهاتهم ودعوة الآخرين لها، ودعوة الآخرين لها. ثالثا، أنها شاملة لجميع المجالات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. رابعا، أنها لا تعترف، التعددية لا تعترف بالضوابط الدينية والأخلاقية إلا في نطاق ضيق، حتى البلاد الغربية تختلف بينها في ذلك. خامسا، أن ضابط السماح للفرقاء المختلفين بالتعبير والظهور هو عدم إيذاء الآخرين والإضرار بهم، وهذا القيد يؤخذ من معنى الحرية في المفهوم الغربي، إذ إن هناك تدخلا بين معنى التعددية والحرية. طيب، إيه التعريف بقى باختصار؟ أفضل تعريف للتعددية باختصار هي الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه وجماعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم وآرائهم وتوجهاتهم وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين. التعددية ساعات تبقى في صورة أفراد، ساعات في صورة إيه؟ وده الغالب، تكتلات ويعني أحزاب وجماعات ومؤسسات. التعددية السياسية مرتبطة بالفكر الليبرالي، يعني تسمح بوجود الأحزاب وتنافسها على السلطة ووجود برلمان يمثل طوائف المجتمع لتحقيق التوازن والاستقرار بين مكوناته. فالتعددية السياسية هي نوع من أنواع التعددية، وأشهر استعمال التعددية بيكون في مجال السياسة. فالتعددية السياسية هي الاعتراف بالتنوع والاختلاف بفعل وجود عدة دوائر انتماء في المجتمع. ثانيا، احترام التنوع والاختلاف في العقائد والمصالح والرؤى. ثالثا، السماح بالتعبير بحرية بطرق سلمية لكل التيارات السياسية، والسماح لها بالمشاركة السياسية الفاعلة والتعبير عن ذاتها. فالسماح دايما بالتعددية العقائدية لازم بيترتب عليه تعددية ايه؟ سياسية، لان الاحزاب بتتجمع على اساس يعني مذاهب. طيب، ماذا عن المصطلح بقى نفسه، التعددية العقائدية؟ هذا مصطلح مركب، وحتى نفقها لابد ان نعرف المعنيين، التعددية اللي اتكلمنا عليها انفا والعقائدية. فالعقيدة مأخوذة من العقد، العقد، والعقد نقيض الايه؟ الحل، يعني تعمل عقدة عكس انك ايه؟ تحلها. فالعقد هو الربط والشد بقوة،
ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة والإثبات والتوثق. ثم توسع في معنى العقد فاستعمل في الأمور المعنوية، فأصبح كلمة العقد تعقد على تطلق على العهد وتأكيد اليمين والمعاهدات، تأكيد المعاهدات، ويطلق على البيع أيضا عقدا لأنه لازم للبائع والمشتري. ومنه عقد الإزار لأنه يشد بإحكام. اعتقدت كذا، يعني إيه اعتقدت كذا؟ يعني كأنك دخلت عقيدة في داخل قلبك ورحت رابط عليها إيه بشدة حتى لا تتفلت لا تخرج. فمعنى عقيدة أنك بتدخلها في إيه، في قلبك، تصدق بها بقلبك وتعقد عليها بإحكام حتى لا تخرج لأنها راسخة ويقينية. فاعتقد كذا أي عقد عليه القلب والضمير، حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به، يقال في فلان عقيدته حسنة، يعني سالمة من الشك والريب. أيضا العقيدة يعني اصطلاحا هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، حكم لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وهي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، وهي ما يدين الإنسان به ويؤمن به ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا ودينا يدين به. وقيل في تعريف العقيدة هي الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب ويكون يقينا عند صاحبه لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب. طيب إذن عرفنا المركبين، العقيدة والتعددية. طيب إيه معنى بقى المصطلح بقى اللي هو التعددية العقائدية بمعناها العام؟ التعددية العقائدية هي الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه وجماعاته وأحزابه بإظهار عقائدهم وآرائهم وتوجهاتهم وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين. فإن إذا أثبتنا في التعريف ما له علاقة بالعقائد واستثنينا ما سواه يظهر لنا معنى التعددية العقائدية، وهي الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه بإظهار عقائدهم وممارستها والدعوة إليها عن طريق التجمعات السلمية من غير إضرار بالآخرين. أذكركم أخيرا لأن إحنا بنمارس وظيفة البيان، البيان. أما التعامل مع الأمر الواقع فليس كل ما نؤمن به كجزء من عقيدتنا يعني نقول إننا نستطيع أن نفرضه على الواقع، لكن دائما بتكون البداية، بداية أي تغيير هي عبارة عن فكرة وفهم وعقيدة صحيحة، وهذا هو منهاج النبوة الذي لن يمكن الدين إلا به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر مراحل الضعف التي تمر بها الأمة قال أخيرا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فنحن وظيفتنا الدفاع عن ديننا، الدفاع عن عقيدتنا وعقيدة أبنائنا ببيان الموقف الإسلامي والشرعي من هذه المفاهيم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.